واحدة، ولكن تأتي بعد ذلك عن طريق مهند الطاهر وإلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لصالح المريخ. ركلة ركنية لصالح المريخ. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عالي عرض مجدد، تسديدة فعلها المريخ، والنقص يولد قوة مريخية، يفعلها المريخ، كلتشي يفعلها، ويأتي كلتشي بأولى الأهداف، يضغط على الكلتش ويضعها في المرمى، كلتشي 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 يضعها في المرمى لصالح نادي المريخ، هو أكثر من سجل في الكلاسيكو أو في الديربي، ويدون على ذلك ويسطر على ذلك رغم النقص، ولكن قوة 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 للمريخ، الزعيم يفعلها ويأتي بأولى الأهداف لصالح المريخ عن طريق كلتشي، ولع الكلاسيكو فنيا لملعبها عرضية، أبعد الدفاعية هلالية، وصلت لكلتشي الذي كان بماضي هلالي ولكن بحاضر مريخي، يأتي بأولى الأهداف ويفعلها كلتشي بهدف أول، بهدف أول لصالح نادي المريخ، هدف سيعني الكثير لنادي المريخ وسيعطي دفعة معنوية كبيرة رغم وجود حالة النقص للمريخ، وسيجعل من المباراة شكل آخر، سيجعل من الهلال محاولة الانتفاع للأمام بكل تأكيد من جانب فريق نادي الهلال للبحث عن هدف رغم نقص المريخ، ولكن كما تحدثنا النقص لا يعني الضعف أبدا في عالم كرة القدم، النقص لا يعني الضعف أبدا في عالم كرة القدم، ورب ضارة نافعة، هو رب ضارة نافعة يضرب.